تمام 7:30، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أهلا بكم ونبدأ مع العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي شخصيات ووجهاء وممثلي الفعاليات الشعبية في محافظة معان. الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 28 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن. شهيد في الخليل والاحتلال يصاعد من وتيرة الإعدامات بحق أبنائها. انضمام خبراء روس وفرنسيون إلى التحقيقات في كارثة تحطم الطائرة الروسية التي سقطت يوم أمس. انخفاض أسعار الذهب نصف دينار للجرام الواحد محليا وتوقعات ببقائها بمستويات منخفضة في الفترة القادمة. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في الديوان الملكي الهاشمي اليوم شخصيات ووجهاء وممثلي الفعاليات الشعبية في محافظة معان، حيث جاء اللقاء في إطار النهج التواصلي لجلالته مع أبناء وبنات الوطن. واستعرض جلالة الملك خلال اللقاء رؤيته حيال عدد من القضايا الإقليمية والمحلية، كما استمع إلى مداخلات الحضور والتي تناولت عددا من القضايا ذات الأولوية. بجوز ببدأ بالتحديات الاقتصادية أو الإشي، لأنه من آخر 15 سنة بجوز تحدثنا أكثر من مرة بالنسبة لتحديات معان. حاولنا أكثر من مرة نجيب مشاريع اقتصادية حتى منساعد إخواننا وإخواتنا على الأرض. أهم إشي اللي أنا شايف حاليا على الأرض المين البري وسكك الحديدية بين معان والعقبة. في أكثر من فكرة كيف نربط جسر اقتصادية بين العقبة ومعان، حتى نعطي فرص عمل للجيل الجديد ولإخواننا وإخواتنا بمعان. طلبت أنا من الحكومة نستعجل بالمينا البري وإن نحدد الموازنة مع بداية السنة حتى نبدأ بأقصى سرعة على المينا البري، ومنها كمان الأولوية على السكك الحديدية بين العقبة ومعان. أنا كنت أقول من البداية إنه الشغل والمسؤولية للجميع إنه منشارك أمنيا سياسيا واقتصاديا. إذا ما نربط الثلاثة مع سوا ما بنقدر نحل المشاكل. فبحاول أسمع منكم شو أنتم شايفين كتحديات، وإن شاء الله نقدر نشتغل مع سوا. وزي ما حكيت أكثر من مرة، أنا شايف الأولوية داخل البلد الفقر والبطالة، وإن شاء الله مع إخواني نقدر نشتغل بهذا الاتجاه. حبيت أيضا أتحدث بالنسبة للقدس. طبعا سمعنا كلام الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بدنا نفحص كلامه والإجراءات على الأرض بوقت قريب جدا. بالنسبة إلي زي ما حكيت أكثر من مرة، لما بنحكي على الأقصى وحرم الشريف، أنا واضح جدا بدنا أن نفحص الجهة الثانية بالنسبة لمواقفهم مثل التقسيم المكاني والزمني. بالنسبة لنا هذا خط أحمر. وأيضا حتى أوضح للجميع، لما أنا بحكي على حرم الشريف أنا عم بحكي على 144 دونم، حتى ما يكون في أي تشويش على كلام أو موقف الأردن بهذا الاتجاه. فأنا بدي أكون واضح جدا بهذا الموضوع. سياسيا أنا حكيت أكثر من مرة علاقتنا قوية جدا مع العالم. استراتيجينا الأردن من كم سنة حماية حدودنا بالشمال وبالمنطقة الشرقية، ولا يزال هذا أولوية بالنسبة للأردن. وحكيت أكثر من مرة عندي كل ثقتي بالنسبة للقوات المسلحة وأجهزة الأمنية بحماية حدودنا. وجود الروس بسوريا، وأنا تحدثت مع الرئيس بوتين بهذا الموضوع أكثر من مرة آخر كم سنة، إنه حماية حدود الأردن أولوية بالنسبة إلي. الحمد لله عنا علاقة قوية مع الجميع زي ما حكيت، ومع روسيا. فالتعاون والتنسيق اليوم
ده مصلحة الأردن إنه نحمي حدودنا، لأنه أنا مش شايف إنه في حل غير حل سياسي بالنسبة للأمور بسوريا. وإن شاء الله علاقتي مع الجميع بتساعدني أقرب الجميع لبعض حتى نلاقي حل بأقصى سرعة. فأنا مرتاح بالنسبة للشمال، وبس حبيت أطمن الجميع غض النظر شو عم تسمعوا الأمور، وعندي رئيسات الأركان قاعد جنبي، ما في أي خوف من حدودنا، والتعاون مع الأصدقاء بالإقليم والغرب والشرق كلهم عارفين موقف الأردن وأهمية الأردن، وحمد لله بقدروا الأردن والشعب الأردني. فحبيت بس أطمن الجميع بهذا الاتجاه. لا تزال اللجنة القانونية تناقش قانون الانتخاب لأجل استكمال مراحله التشريعية، حيث تشهد أروقة مجلس النواب العديد من اللقاءات والحوارات حول تصور النهائي للقانون. آخر هذه اللقاءات كانت مع الهيئة المستقلة للانتخابات. نقف على مجرياتها مع جورج برهم. اجتمعت اللجنة القانونية في مجلس النواب لاستكمال نقاشاتها مع عدد من الجهات ذات العلاقة حول قانون الانتخاب. هذه المرة كان الاجتماع مع الهيئة المستقلة للانتخاب وبحضور عدد من النواب والمختصين. تساؤلات وتخوفات كثيرة طرحت حول القانون وآلية تطبيقه ومدى الاستفادة من التجارب السابقة، وحول بطاقات الانتخاب وعمر المرشح والمال الأسود والقائمة المفتوحة والمغلقة وآلية الفرز. رياض الشكعة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب قال أن قرار تقسيم المملكة إلى دوائر يحتاج إلى قرار سياسي ونيابي، مشيرا إلى أن الهيئة ليست بصدد إصدار أي موقف أو رأي. وأكد أن تطور أي نظام انتخاب يجب أن يكون بشكل تدريجي، لأن المجتمع لا يتحمل التغيير المفاجئ والضخم واحتمالية حدوث رد فعل عكسي، لكن تقدم المجتمع من مرحلة إلى أخرى يحتاج إلى حدوث تطوير على القانون. أما بخصوص نظام القوائم الذي وضع في القانون، سواء كانت مغلقة أم مفتوحة، قال الشكعة أن لا علاقة للهيئة فيها، وستنفذ الأخير ما تم إقراره فقط. ورقة الاقتراع والتي تعد من أهم مراحل الانتخابات وأكثرها حساسية، كشف الشكعة بأن الهيئة تعاني من مشكلة إذا أرادت تطبيق المعايير الدولية فيها من الصورة والرمز والاسم، وذلك لأنها ستحتاج إلى وقت كبير. ومع ذلك فإن الهيئة استعانت بخبراء دوليين ومحليين. عملية الفرز ستتضمن 32 ألف موظف مدرب، لكن مع هذا العدد هناك تخوفات لدى الهيئة من استمرار كفاءة الموظف لعمله مع ساعات العمل الطويلة، ومقترحات تتحدث عن العمل بنظام الورديات. ما في إشي في القانون وفي التعليمات ممكن يكون 100% صح. قد أحيانا كان مجلس مفوضين في 2012 يتجاوز شان يمغط المادة القانونية قدر المستطاع حتى يؤدي مرونة لشيء معين في الإدارة، صحيح. قد يكون استضمت في بعض الآراء القانونية والفقهية، صحيح. الانتقال بالقائمة النسبية بهذا الشكل خطورتها فين؟ لا تحتمل في الإدارة الخطأ، لا تحتمل في الاقتراع والفرز خطأ، كي لا تفقد أي ثقة. لا، رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي أشار إلى ضرورة دراسة كل التفاصيل ومواد هذا القانون، مشيرا إلى من ينادي بالخوف من أن يثير القانون الخلافات العشائرية ووجود مطالبات عديدة بتغليظ العقوبات على المال السياسي. في ناس من ينادي بالخلافات العشائرية بعد التصويت، في ناس من يرحب بالقائمة النسبية، في ناس من يرحب في تغليظ العقوبة، في ناس من يقول لك المال السياسي الأسود. بدنا ضخ إعلامي حتى نشرح للمواطن كيف آلية إجراء الانتخاب، وكيف الناخب شو دوره والمرشح شو دوره. قانون الانتخاب يعد من أهم القوانين الإصلاحية والمصيرية في حياة السياسة الأردنية، كون مخرجاته ستنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع التشريعي، وأن مخرجات هذا القانون ستكون خارج نظام الصوت الواحد الذي انتظره الكثيرين. جورج برهم، رؤية.
التقت لجنة التربية والتعليم برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش برؤساء ومستشاري الملحقيات الثقافية وعدد من طلاب الجاليات العربية في المملكة، وأجرى خلال اللقاء بحث العديد من المشاكل والملاحظات التي تواجه الطلاب العرب، من أبرزها صعوبة الإجراءات والتعليمات التي تعيق عمليات التسجيل في الجامعات ومعادلة المواد المناظرة، إضافة للبطء في إجراءات دخول وخروج الطلبة العرب للمملكة وبالأخص الدول التي تعاني من أزمات وحروب داخلية. أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني دمور أجاب خلال اللقاء على الاستفسارات والأسئلة المطروحة من قبل رؤساء ومستشاري الملحقيات الثقافية والطلبة الحضور، كما وعد بمتابعتها وبحثها مع إدارات الجامعات المعنية. بدأت محافظة العاصمة بوضع الأعمدة حول الساحة المحاذية لمسجد الكالوتي تمهيدا لتسييجها بالأسلاك حسب ما أفاد به محافظ العاصمة خالد أبو زيد، وذلك لأسباب أمنية. وأوضح أبو زيد لرؤية أن أمانة عمان باشرت بإغلاق الساحة المحاذية للمسجد في منطقة الرابية، وذلك لأسباب أمنية وأخرى لشكاوى تقدم بها عدد من المواطنين حول ما يحصل من أزمة خانقة عند إغلاق الشوارع وعند تنفيذ أي مسيرات أو اعتصامات أو احتجاجات في ساحة الكالوتي، والإزعاج الذي يستمر لساعات المساء وخاصة مؤخرا. يذكر أن الساحة المحاذية لمسجد الكالوتي والقريبة من السفارة الإسرائيلية تشهد عادة وقفات احتجاجية واعتصامات ومسيرات تطالب بإغلاق السفارة وطرد السفير في ظل الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني. أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 28 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن، حيث وصلت بذلك حجم المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى 198 مليون يورو منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن. مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس قال إن هذا الدعم يأتي لسد الاحتياجات التي يفرضها واقع أزمة اللجوء السوري على المجتمعات المضيفة له، مضيفا أنه مع دخول الأزمة السورية عامها الخامس سترتفع صعوبات الحياة اليومية لدى اللاجئين، وهذا ما يحتم على المجتمع الدولي القيام بواجبه تجاه هذه الأزمة. كما أشاد مفوض الاتحاد الأوروبي بدور الأردن تجاه أزمة اللجوء السورية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والموارد المحدودة التي تعيشها المنطقة مؤخرا. أود أن أتقدم بالشكر لكل من أبدى اهتماما بمعاناة اللاجئين، وخاصة في هذا المكان مخيم الزعتري. كما أود أن أتقدم بالشكر لكل من بذل جهدا في إنجاز هذا الفيلم عن معاناة اللاجئين اليومية. في الأراضي المحتلة واصلت عصابات المستوطنين اليوم اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة تتولى حمايتها وحراستها عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال. وتصدى المصلون لهذه الاقتحامات ولجولات المستوطنين الاستفزازية والمشبوهة في الأقصى بهتافات التكبير الاحتجاجية وسط تهديد ووعيد من شرطة الاحتلال المرافقة. ويتواجد في الأقصى عدد من طلبة حلقات العلم ومن رواد المسجد، فضلا عن الانتشار الواسع لحراسي وسدانة المسجد في كافة أرجائه لمراقبة جولات المستوطنين فيه. وفي الوقت نفسه واصلت مجموعة من النساء المقدسيات المبعدات عن المسجد الأقصى اعتصامهن الاحتجاجي أمام باب السلسلة من أبواب الأقصى المبارك، في حين تحتجز شرطة الاحتلال بطاقات المصلين خلال دخولهم إلى المسجد، خاصة النساء والشبان، إلى حين خروجهم من المسجد. استشهد الشاب فادي حسن الفروخ البالغ من العمر 27 عاما بعد ظهر اليوم جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفترق بيت عنون شرق مدينة الخليل. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاصة نحو الشهيد وتركته ينزف في المكان، كما منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من تقديم العلاج له. إلى ذلك أصيب ثلاثة من جنود الاحتلال مساء اليوم بينهم إصابة حرجة في عملية دهس عند مفترق بيت عنون، فيما تمكنت السيارة التي نفذت عملية الدهس من الفرار رغم إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال.
منذ بداية انتفاضة القدس الثالثة ارتفعت وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال، وزادت الاعدامات التي ينفذها الاحتلال ومستوطنوه بذرائع وحجج باطلة بحق الشباب والفتيات في محافظة الخليل، وذلك في محاولة استيطانية واضحة لتفريغ المدينة وإجبار أهلها على الرحيل، الأمر الذي أدى إلى انعدام الحركة التجارية في البلدة القديمة خوفا من عمليات الإعدام الميدانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين هناك. المزيد مع نبال فرسخ. في البلدة القديمة بالخليل رائحة الموت في كل شارع وزاوية، مستوطنون متأهبون للانقضاض على أي عربي، وجنود يتربصون المارة، وحين تسنح لهم الفرصة بمرور أحدهم وحيدا يعدمونه بدم بارد ويسارعون لوضع سكين بجانبه لتبرير جريمتهم. الحمد لله السكينة دائما جاهزة عندهم، يعني مستوردين دزينة وبحطوها عندهم دائما باحتياط، يعني اللي بقول معي سكينة بزيته في جنب السكينة بالكذب. خايفين الناس لأنه أي واحد بعدي بدون ما يكون في حدا وبيستورد فيه وبقتلوه. مسخم هذا ابن الأطرس، قالوا له تعال هون، إجا بينا بقولوا له هويتك، قعد يطول هويته فكر يطول سكينة، واليهودي إجا حط السكينة بعد ما مات، وأنا عيني معي قاعدة في البلكون أطلع. من المغرب مطرش البواب علينا، ولا صرت أحط لهم شادة لهالولادكم ما يموت، إن يعني يصير فيهم إشي ولا ينطخوا. ولكي تضمن سلطات الاحتلال سيطرتها الكاملة على الحرم الإبراهيمي، تعمدت تنفيذ عدة أعدامات في محيطه في محاولة لبث الذعر في قلوب الفلسطينيين وثنيهم عن القدوم إلى البلدة القديمة. بعجب لا بخلوا ولد ولا بخلوا بنت ولا بخلوا حرمة تعدي ولا يعني أي إنسان بعده بشكوا فيه. أنا يا الاختيار إذا شكوا فيه ينبيرش شلحوني أو عيش أفتوني. قال اليهود معتنيين إنهم يخلوا الحرم الإبراهيم والمنطقة هذه، إذا ظلت الحالة هذه الحرم الإبراهيم يضع من إيدين العالم كلها. منذ بداية الهبة الجماهيرية في الضفة الغربية تضاعفت معاناة السكان في منطقة تل رميدي بالخليل التي تحتوي على بؤرة استيطانية يسكنها أكثر المستوطنين تطرفا، حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال عليهم، فشهدت هذه المنطقة إعدام 3 فلسطينيين خلال الشهر الماضي. من أول بداية الهبة الشعبية والمقاومة الشعبية في الضفة، يعني الخليل لها النصيب الأكبر في عدد الاغتيالات وعدد الإعدامات. خايفين على حالنا، خايفين على أرواح أطفالنا، على أرواحنا إحنا كأبات، إحنا عايشين بقلق 24 ساعة. 24 فلسطينيا قدمت محافظة الخليل منذ اندلاع هبة القدس مطلع الشهر الماضي لتستحق الخليل لقب عاصمة المقاومة. هم أهل الخليل من أرعبوا المحتل ومستوطنيه بصمودهم الأسطوري ومقاومتهم الباسلة، فانقدوا يهاجمون أبنائهم ويعدمونهم بصورة وحشية، ولكنهم لم يعلموا أنهم بذلك يحفرون قبورهم بأيديهم، فشباب الخليل لن يهدأ لهم بال حتى ينتقموا لدماء شهدائهم. من منطقة تل رميدي بالخليل المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا. نشرتنا من رؤيا مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. بعد مماطلة لساعات سلمت سلطات الاحتلال جثماني الشهيدين محمد شماسنة وعمر الفقيه من بلدة قطنة اللذان كانا محتجزين لدى سلطات الاحتلال، وأتمت عملية التسليم عند حاجز الجيب شمال غرب القدس قبل أن يتم نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله ليتم تشييعهما إلى مثواهما الأخير يوم غدا في مسقط رأسهما في قطنة شمال غرب القدس. خلينا ننزل الشارع. الحمد لله ابني احلى عريس، كل هذول عرسان اولادي، هذول كلياتهم قاعدين بهنوا فيا. الحمد لله فرحانين ومبسوطين، بكفي ان مواتشو يا اسرائيل بتروح على جهنم يا نازيين، بكفي مواتشو بتروح على جهنم ومواتنا بتروح عند ربنا. انا قاعد بودع في جثمان، يعني مش مأثر علي إنهم سلموني إياه ولا ما سلموني شيء، المهم أخذناه عن غصب إسرائيل، وتسقط إسرائيل، والله أكبر تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
قال نادي الأسير الفلسطيني في تقرير توثيقي صدر عنه اليوم أن سلطات الاحتلال ارتكبت جرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال شهر تشرين الأول الماضي، والذي شهد أكبر حملة اعتقالات منذ بداية العام الجاري في إطار عمليات التصعيد الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال. واتخذت هذه الجرائم أشكالا أخرى مقارنة مع الأشهر التي سبقت هذه الهجمة، فكانت عمليات إطلاق النار الحي على المعتقلين أبرزها، إضافة إلى عمليات التنكيل من خلال الضرب المبرح والتعذيب. وقد رافق الحملة ازدياد في أعداد الأسرى الأطفال، حيث شكلوا الفئة الأكثر استهدافا. وبحسب التقرير، فقد وصل عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال خلال شهر تشرين الأول لأكثر من 1500 معتقل، ووصل عدد الأطفال والقاصرين الذين أبقى الاحتلال على اعتقالهم لأكثر من 300. أما عدد النساء والفتيات المحتجزات في سجون الاحتلال فقد وصل إلى 40 أسيرة، بينهن 4 أسيرات أصبنا بالرصاص الحي، علاوة على اعتقال نائبين من المجلس التشريعي وهما حسن يوسف وعبد الجابر فقهاء، ليرتفع عدد النواب إلى 6 نواب. منذ بداية شهر أكتوبر كان شهر استثنائي بكل ما تحمله الكلمة على صعيد الاعتقالات، يعني اعتقل في هذا الشهر ما يزيد عن 1500 معتقل جديد، الأمر الذي رفع إجمالي عدد الأسرى إلى 7500، ارتفع عدد المعتقلين الإداريين، تضاعف عدد الأطفال. يعني الذين اعتقلوا خلال شهر أكتوبر هي تقريبا نصف العدد الذي تعتقله إسرائيل في عام كامل. اعتقلوا أشخاص لكونهم حرضوا على الفيسبوك. انضم خبراء روس وفرنسيون إلى نظرائهم المصريين في القاهرة للتحقيق في كارثة تحطم الطائرات الروسية التي سقطت يوم أمس في إحدى مناطق سيناء أثناء إقلاعها من شرم الشيخ إلى مدينة سان بطرسبرغ، الأمر الذي أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 224. هذا واستبعد خبراء ومراقبون إمكانية سقوط الطائرة بفعل عمل إرهابي. وزيرا النقل والطوارئ الروسيان توجها إلى سيناء للانضمام إلى فريق التحقيق المكلف بالوقوف على ملابسات سقوط الطائرة الروسية المنكوبة إيرباص 321، فيما أعلن مكتب التحقيقات والتحليلات الفرنسي لسلامة الطيران المدني إفادة 2 من محققيه و6 مستشارين بشركة إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات المشاركة في التحقيقات الجارية. يأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس اللجنة الروسية للتحقيق في الحادث فلاديمير نيرادكو إلى عدم استباق الأمور والخروج باستنتاجات خاطئة وترقب نتائج فحص الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين عثر عليهما بوضع جيد مع بعض الأضرار البسيطة. دعوات تتقاطع مع تصريحات لوزارة النقل الروسية شددت في ضمها على عدم وجود دليل حتى الآن على أن الكارثة حدثت بفعل عمل إرهابي، في إشارة إلى تبني ما يعرف بولاية سيناء التابعة لعصابة داعش الإرهابية عملية تفجير الطائرة ردا على ما وصفته التدخل الروسي في سوريا. وزارة النقل الروسية ومعها خبراء عسكريون شككوا بقدرة عصابة داعش على إسقاط الطائرة، وذلك لعدم امتلاكها صواريخ قادرة على استهداف طائرة على ارتفاع 30,000 قدم، حيث كانت الطائرة المنكوبة التي أظهرت إحدى الخدمات الدولية لتعقب الطائرات أنها كانت تهبط بسرعة 1800 متر في الدقيقة حين فقدت المراقبة الجوية إشارة الاتصال بها. أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التركية أبوابها وبدأت عمليات فرز الأصوات، حيث أشارت النتائج الأولية لعملية الفرز تقدم حزب العدالة والتنمية بنحو 49%. الانتخابات النيابية المبكرة جاءت بعد 5 أشهر من أزمة سياسية إثر فشل الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية منذ انتخابات 7 حزيران الماضي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
عقب فشل الأحزاب السياسية التركية في تشكيل حكومة ائتلافية، لجأت أنقرة إلى انتخابات نيابية مبكرة، حيث يتنافس للفوز بمقاعد البرلمان التركي الذي يضم 550 مقعدا 16 حزبا، أبرزهم أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي، فضلا عن 21 مرشحا مستقلا. عدد الناخبين المسجلين في الداخل يبلغ نحو 54 مليون ناخب، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع 175,006 صناديق، بما فيهم 358 صندوق ستتوزع على السجون. وكان أتراك المهجر أنهوا الاقتراع في 113 بعثة دبلوماسية تتوزع على 54 دولة يوم الأحد الماضي، حيث تم جلب كافة الصناديق إلى تركيا بانتظار فرزها بالتزامن مع فرز الأصوات في داخل تركيا. حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخفق في الحفاظ على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في حزيران الماضي، حيث حظي بأربعين فارز 87% من أصوات الناخبين. أردوغان تعهد بعودة الاستقرار مرة أخرى إذا فاز حزبه بالأغلبية بهذه الانتخابات، ولكن معارضيه حذروا من أن فوز حزبه بالأغلبية سيغذي ما وصفوه بالنزعات الاستبدادية المتزايدة لديه. محللون يرون أن إخفاق حزب العدالة والتنمية مرة أخرى في الحصول على الأغلبية بمفرده سيضطره إلى المفاوضات لتشكيل حكومة، إما مع الحزب العلماني الأول في تركيا حزب الشعب الجمهوري، أو مع حزب الحركة القومية. بحث نواب ورؤساء بلدية محافظة الكرك مع عدد من أهالي المدينة مجموعة من القضايا الخدماتية العالقة منذ سنوات ضمن مبادرة شبابية للحوار حول هموم وقضايا المحافظة. الحضور وفي مداخلاتهم أبدوا استياء واضحا من الإهمال الذي تعانيه المحافظة في العديد من القضايا الخدماتية، خاصة تلك العالقة منها منذ سنوات، حيث اتهموا بعض النواب من أبناء المحافظة بالتقصير. النور التي تلعن الظلام أبدا، لا أرى في داعي لعمل لقاءات بالشكل هذا في لجان على صعيد مجلس النواب. يجب أن ينتشروا على صعيد المملكة وعلى ينتشروا في محافظات المملكة ويتوجهوا على المؤسسات الدولية. هاي لقاءات متكررة، النواب لهم أكثر من يعني تقريبا 3 سنوات، يعني هلأ تذكروا مشاكل الكرك، مشاكل قائمة من قبل المجلس النيابي الحالي. فإحنا بنتمنى إنه ما في داعي كل ما تقرب دورة انتخابات يجي بلش النواب يلفوا ويسألوا عن هموم ومشاكل المواطنين. أكد محافظ البلقاء صالح الشوشان أهمية تعاون المواطنين في المحافظة مع الباحثين في مجال التعداد السكاني وإعطائهم أدق المعلومات المطلوبة بهدف توفير البيانات الإحصائية الصحيحة والموثقة أيضا. وأشار الشوشان إلى أهمية تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن بأفضل التقنيات الحديثة والمناهج الدولية المعتمدة، لما له من أهمية كبرى في مجال تطوير العمل الإحصائي وانعكاساته على آلية رسم السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والمستقبلية على صعيد الوطن. هناك استعدادات في المحافظة من قبل كوادر الإحصاءات، وقد انتهوا من مرحلة الحزم وتحديد البلوكات، سواء كانت مناطق سكنية أو زراعية. وتعداد السكاني كما أكدت الحكومة دوماً بأن هذا التعداد هو سري ولا يجوز الإفصاح فيه عن أي معلومات إلا للأشياء التنموية أو الأشياء التي تخدم الصالح العام. انطلقت في عمان فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لبرنامج جلوبال بي اي التعليمي لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا للعام الحالي، والذي تنظمه مؤسسة ترفيع بتمويل من السفارة الأمريكية. ويهدف برنامج جلوبال بي اي إلى تشجيع ودعم العلماء والمعلمين والطلاب على التعاون في مجالات الأبحاث العلمية البيئية القائمة على أسلوب البحث العلمي باستخدام الاستقصاء والتطبيق ولدراسة أنظمة البيئة والنظام البيئي للكرة الأرضية من خلال الأساليب العلمية وخلق الوعي البيئي لدى المشاركين.
أطلقت جمعية نشامة ونشميات ناعور حملة خيرية للتبرع بالدم في مركز صحي في ناعور الشامل بهدف جمعها ونقلها للمصابين والجرحى الفلسطينيين. رئيس جمعية نشامة ونشميات لواء ناعور داود السواعير قال إن هذه الحملة هي أقل ما يمكن تقديمه دعما لصمود الفلسطينيين المرابطين في الأقصى، مشيرا إلى أن الجمعية لمست حاجة الشعب الفلسطيني الشقيق لوحدات الدم بسبب ما يتعرض له من هجمات شرسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أقامت جمعية رعاية أسرة الجندي في الزرقاء وبالشراكة مع جمعية أرض الإنسان الإيطالية يوما طبيا مجانيا، وذلك ضمن مشروع الأيام الطبية المجانية التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي. ومدير عام الجمعية جمعية رعاية أسرة الجندي سهاد بني مصطفى بيّنت أن الجمعية كانت وما تزال تسهم في مساعدة المجتمع المحلي وتطويره، كما أكدت على الدور الكبير الذي تلعبه القوات المسلحة في دعم الجمعية لإيصال المساعدة والخدمة للجميع. اليوم بجمعية رعاية أسرة الجندي بنفتخر أنه اليوم عاملين فعالية كتير كويسة للمجتمع المحلي، بسبب أنه إحنا الجمعية أصلاً بنعتني بالمجتمع المحلي منذ تأسيس الجمعية لغاية تاريخه، اللي هي تأسست الجمعية عام 1971. هدفنا دائماً كان مساعدة المواطن الأردني بشكل متكامل، سواء المرأة أو الشباب أو الأطفال أو كبار السن، من ناحية من كافة البرامج اللي إحنا عم نشتغل فيها. فمثلاً في عندي برامج كتير عم تخدم فئات النساء المهمشين، بتساعدهم في مواضيع التنمية الاقتصادية، بنوفر لهم شغل في داخل الجمعية، بيشتغلوا ببرامج إنتاجية بتناسب مهاراتهم البسيطة اللي هم عم بيشتغلوا فيها من خلال هاي البرامج. يصادف اليوم انطلاق ثورة التحرير الجزائرية عام 1954 بعد الاحتلال الفرنسي الذي دام على أرض الجزائر لما يزيد عن 130 عاما. قامت خلالها الجزائر بتقديم الغالي والنفيس في سبيل تحررها من هيمنة الاحتلال. المزيد حول الثورة الجزائرية في التقرير التالي. 132 سنة دامت فيها الجزائر تحت هيمنة الاحتلال الفرنسي، تكللت بعدها بثورة تحرير بدأت في الأول من تشرين الثاني لعام 1954، واستمرت ما يقارب 7.5 سنوات من الكفاح المسلح والعمل السياسي والتضحيات في النفس والمال ومغريات الحياة، ما أفضى إلى إعلان بلد المليون ونصف المليون شهيد لاستقلالها عام 1962 في 5 تموز، وهو نفس التاريخ الذي أعلن فيه الاحتلال الفرنسي سيطرته على الجزائر عام 1830. دارت الحرب وقتها بين الجيش الفرنسي الذي تكون من قوات الكوماندوز والمظليين والمرتزقة متعددة الجنسيات، وبين الثوار الجزائريين الذين استخدموا بدورهم حرب العصابات بصفتها الوسيلة الأكثر ملائمة لمحاربة قوة جرارة مجهزة بكافة الوسائل الحربية والعسكرية. كما استخدم الجزائريون الحرب النفسية بصفة متكاملة مع العمليات العسكرية الفرنسية وقتها. انتهت الحرب بإعلان استقلال الجزائر بعد 132 عاما، حيث تلا الجنرال شارل ديغول إعلان الاستقلال عبر التلفاز مخاطبا الشعب الفرنسي، وأعلن ميلاد الجزائر في 25 أيلول في ذلك العام.